السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف محمد الفرقة الرابعة. ده هيبقى فيديو شرح فيديو هيبقى مراجعة المحاضرة التانية، محاضرات مديول ريسبيراتوري تونسل اند لارينكس ديزيز. تمام، احنا كنا شرحناها ومفروض بقى دلوقتي ان احنا ايه هنراجعها. تمام، فاحنا كنا خدنا في المحاضرة ديت ايه، خدنا التونسل وايه واللارنكس. خدنا في التونسل، خدنا 3 حاجات في التونسل، اللي هو الاكيوت تونسلايتس والكورنيك تونسلايتس والايه والدفتري. طيب بص يا سيدي، يعني ايه اكيوت تونسلايتس؟ ايتس يعني انفلاميشن. ايتس يعني ايه؟ ايتس يعني انفلاميشن. تمام، ايتس يعني ايه؟ يعني انفلاميشن. يبقى انفلاميشن في مين؟ انفلاميشن في التونسل. طيب التهاب اللوز ده احنا كنا بيجي فين اكتر حاجة؟ احنا قلنا في الاطفال بيجي في مين؟ في الشدر. تمام، قلنا بنشخصه الراجل اللي هو اللي بيجيله وقلنا ان هو بيتشخص ايه كلينيكال، يعني الراجل اللي بيشخصك ده لما بيجي مثلا الطفل اللي عنده تونسلايتس ده ما بيروحش بقى يقول له اعمل لي ايه تحاليل وفحوصات، هو بيشوف التونسل يقول ان هو الراجل ده عنده ايه، عنده تونسلايتس و التهاب في اللوز. تمام، مين بقى كوست اوف اورجانيزم اللي عملنا؟ قلنا الاورجانيزم مهمه جدا وهو ايه، الستريبتوكوكس هيموليتيكس. الستريبتوكوكس مين؟ هيموليتيكس. وبيجي في الامتحان اللي بيعمل اكيوت تونسلايتس يقول لك الستريبتوكوكس مين؟ هيموليتيكس. تمام، ادي يا سيدي ايه شكل التونسل وهي كبيره. قال لك ان هي حجمها لا يتعدى 1 سنتي. تمام، بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها بينك، ايه بينك ان كلر. تمام، بعد كده يقول لك ايه جروس اهو اقل من 1 سنتي، وبيقول لك بينك ان كلر وهوموجينس. مين؟ هوموجينس كات سيرفس. طيب مايكروسكوبيكالي، قال لك مايكروسكوبيكالي انها متقسمه الى ايه، الى بيبقى في نودل اركتكتشر بتاعها بيبقى بريزيرفد، متقسمه الفوليك المختلفه في الشكل والحجم. ماشي، والمارجن بيبقى فيها ايه، مانتل لاير. المانتل لاير اللي هو شكل العبايه كده، بيبقى محوطها حاجه كبيره كده محوطها، اسمها مانتل ايه، المانتل لاير. تمام، بعد كده ناخد الكومبليكيشن. قال لك ان الكومبليكيشن احنا كنا قلنا حاجه في الشرح ايه، هنعدلها هنا. احنا قلنا في الشرح ايه، كان الاكيوت جلوميرولونيفرايتس كانت مكتوبه فوق جنب الايه، جنب فرنجاتس ولارنجيتس. طبعا خطا ده مطبعي، حتى واحنا بنشرحها قلناها مع ايه، مع الايه، مع الروماتيك فيفر. لما جينا قلنا ان الستريبتوكوكس بتعمل ايه، بتعمل كروس ماتش التوكسين بتاعتها مع ايه، مع ريسبتور موجوده على في الكدني وموجوده في الايه، في الهارت. في الهارت بتعمل روماتيك فيفر، وفي الكدني بتعمل اكيوت جلوميرولونيفرايتس. تمام، فاحنا كده ايه ناخد مع بعض الاسباب الجنرال يعني. فقلنا برضو ان التوكسين ممكن تروح للدم فتعمل توكسيميا وسبتسيميا، ممكن البص اللي تروح للايه، للبلد فتعمل ايه، تعمل بايميا. حاجات لوكال، حاجات لوكال زي ايه، تروح للاير فتعمل اوتيتس ميديا. ماشي، واللي ممكن تروح للبرين تعمل برين ابسس. تروح للحاجات اللي حواليها برضو اللي هي الساينسز، اللي هي الجيوب الانفيه تعمل لك ساينسايتس. ماشي، تروح للفارنكس تعمل فارنجيتس، تروح للارنكس تعمل لارنجيتس. ده كله انفلاميشن بيتنقل للحاجات الايه اللي حواليا. تروح لللنج تعمل برونكايتس وتعمل برونكونيومونيا. ماشي، ممكن تعمل ايه، البص اللي تتجمع وتعمل لك ايه، لونج ابسس. الاكيوت في اكيوت في اكيوت يعمل لك ايه، كورونيك تونسولايتس على الايه، على المدى البعيد. تمام، فعشان كده جينا في الكورونيك تونسولايتس. قال لك ايه، قال لك سببه يا اما سبيسيفيك في اورجانيزم معين يعمله لي اللي هو التي بي اللي بيقعد وقت كبير، والنون سبيسيفيك اللي هو ايه، بسبب الريبيتد اتاك اوف اكيوت ايه انفلاميشن. فعشان كده برضو قلنا ان الكورونيك تونسولايتس في الاول بتبقى ايه، بتبقى هايبر تروفي للليمفويد تيشو فتبقى كبيره. اجي اما بعد كده تبدا تصغر يبقى بسبب الفايبروزس والاتروفي يعمل لك ايه، اتروفايد الايه، التونسل بتبقى تصغر بعد كده. يبقى ده ايه، الاكيوت تونسلايتس والكورونيك تونسلايتس. بينما الايه الجزء الثالث بقى معانا وفي التونسل، قال لك هو ايه، هو الدفتيريا. تمام، قلم ايه، اللي اسمها ايه، الدفتيريا. قال لك ان الدفتيريا ده عباره عن انفكشن بيعمله اورجانيزم ايه، كورني بكتيريوم دفتيريا. كورني بكتيريوم ايه، كورني بكتيريوم دفتيريا. بيبقى عباره عن ايه، بيبقى عباره عن سودو ميمبرين، بيبقى متكون من كذا حاجه هنقولها ايه في باسو جينيسيس دلوقتي. ان السودو ميمبرين ده متكون على التونسل شيء او في الصورات عامه يعني، بيبقى نوعه ان هو نون سبيراتيف انفلاميشن، مفيش ايه، مفيش باسلز. تمام، اسمه كده اكيوت نون سبيراتيف، ولكن الباسل اللي بتبقى موجوده متاخر. فهو اكيوت نون سبيراتيف. مين اكيوت non-suppurative inflammation؟
تمام. قال لك المود اوف انفكشن بتنقل عن طريق الكف، فايه فيبقى في الدروبلت، بالدروبلت ايه، بالدروبلت انفكشن. تمام. الباثوجينيسيس ازاي؟ قال لك ان الاورجانيزم دخل فين، دخل في التونسل. قال لك في انهي حته في التونسل، دخل في الميوكوزا، في الميوكوزا بتاعت مين، في الميوكوزا بتاعت التونسل. تمام. قال لك طب انت هتعدي السيركيليشن وهتروح للبلاد؟ قال لك لا، يعني هعدي بس مش دلوقتي، انا دلوقتي هطلع لي ايه، توكسين، اعمل نيكروزس في مين، اعمل نيكروزس في ال اعمل نيكروزس في الايه، في التونسل. تمام. فبالتالي الجسم هيستجيب ان البلاد فيزل تبقى دايليتد وكونجستد، ايه الدم يروح اكتر للمنطقه اللي بيبقى فيها ايه الانفكشن دي، عشان يعمل لك ايه، عشان يعمل لك الانفلاماتوري اكسوديت، عشان يعمل لي مين الانفلاماتوري اكسوديت اللي بتبقى ايه غنيه بالفايبرين والبوليمورف. تمام. طيب الفايبرين والبوليمورف مع النيكروزس مع الانفلاماتوري اكسوديت ده كله يعمل لي حاجه اسمها ايه، سودو ممبرين. يبقى سودو ممبرين متكون من الحاجات اللي احنا لسه متكلمين عليها دي، البوليمورف والفايبرين والانفلاماتوري اكسوديت. طيب هيجي مثلا يسألك يقول لك الدفتيريا مايكروسكوبك بتبقى ايه، بتبقى عباره عن ايه، عباره عن الاربع حاجات دول، فايبرين، بوليمورف، انفلاماتوري اكسوديت، والايه، والسودو ميمبرين. والسودو مين، والسودو ميمبرين. تمام. من قلنا برضه يعني ناكد عليها تاني كمان مره، الاورجانيزمات بتبقى مهمه جدا. احنا خدنا في الاكيوت تونسيلايتس بيبقى مين، بيبقى الستريبتوكوكس هيموليتيكس، اما هنا بيبقى كوروني بكتيريوم ديفتيريا. تمام. بعد كده المورفولوجي بتاعنا الجروس، جروس ان بيبقى عباره عن فايبرين، فايبرين وسابيوراتيف انفلاميشن، بيبقى فيه بليدنج وبيبقى فيه السر، ماشي، يعني يطلع لك بلد، ماشي، البليدنج والالسر، السر طبعا معناها ان هنا طبعا حتما هيبقى فيه ايه، بلد. تمام. يقول لك ان الممبرين ده لما بتشيله يحصل بليدنج والسر، ولما بتشيله بيرجع ايه تاني، بيريفورم اجين. تمام. الانفلاماتوري ممبرين بتبقى موجود على التونسل واللارنكس والايه والتراكيه، يعني مش واخد حتى التونسل بس لوحدها، لا ده واخد التونسل والحاجات اللي حواليها، اللارنكس والايه والتراكيه. مايكروسكوبيكالي يقول لك ان الراجل ده لسه زي ما احنا قايلين ان هو متكون من ايه، من نكروتيك تيشو وانفلاماتوري سيل اللي هو البوليمورف والفايبرين والايه والتوكسين. تمام. والايه والنيكروز. طيب بيقول لك ان السابق بسيليا كونكتيف تيشو اللي بيبقى موجود فيه بلاد فيزل بتبقى دايليتد وايه كونجستد، يبقى في ايه، يبقى في اديما. ما دام كونجستد يبقى في ايه، اديما. تمام. ايه الكومبليكيشن؟ يقول لك ان الكومبليكيشن ده لما تروح للدم هيروح لايه، لاورجنز معينه، زي ايه، زي الهارت، ماشي، زي مين، زي الهارت. الهارت يعمل لك هارت ايه، هارت فيلير بسبب ايه، مايوكاردايتس. الزنكر ديجنريشن قلنا دي عباره عن سكيليتال ماسل ديجنريشن. طيب يعمل لك ايه، كلاودي سويلنج، يعمل لك كلاودي سويلنج ايه، الليفر، كلاودي سويلنج يروح للليفر، فبالتالي يعمل سويلنج اسمه ايه، كلاودي سويلنج. يروح يضرب الكورتكس، الادرينال كورتكس بتاعت الايه، اللي هو الغده الايه، الغده الكظريه، السوبر رينال جلاند، ماشي، ضرب مين، ضرب الكورتكس. طيب بيقول لك ايه، يعمل باراليسيس في البلت والفيس واللاركس. طب ايه اللي، ايه اللي يموت الراجل ده؟ إيه، يموت بسبب الاختناق، الاسفيكسيا، ما يقدرش ياخد نفسه بسبب ايه، بسبب الاديمه والدفتريك ايه ممبرين. يموت بسبب برضو الباراليسيس في عضلات الايه، المسلز بتاعت الايه، بتاعت التنفس. تمام. بعد كده ايه التيومرز بتاعت ايه، النوز والساينس والايه والنيزوفارينكس. قال لك اول حاجه، او اول حاجه عندنا النيزوفارينجال فايبروم، وقلنا ان النيزوفارينجال فايبروم اسمها الثاني المهم جدا وهو الانجيو فايبروم. قال لك ان الانجيو فايبروم من اسمها انجيو، يعني بلاد فيزل، يعني في الراجل ده هايلي فاسكولار، يعني بالتالي لو لمسته يحصل بليدنج، ماشي. قال لك برضو من مميزاتها انها بتريجريس افتر بيوبرتي، بعد البيوبرتي بتبتدي بيحصل لها ايه، ريجريشن. يبقى ده نيزوفارينجال فايبروم بيحصل في الادولسنت ميل، ماشي، بيبقى بناين، من النوع البناين، النوع البناين. تمام. وقلنا انجيو يبقى ايه، بيبليد بروفيوزلي سبيشالي ديورنج مين، السيرجري. تمام. بيقول لك ان هو كمان من حيث الكبسول، من حيث الكبسول فهو ايه، فهو نون كابسوليتد، نون ايه، نون كابسوليتد، هايلي فاسكولار زي ما احنا قلنا. بدا منين؟ بدا من البري اوستيوم، خد الايه، خد النيزل كافيتي، خد البون وخد الكارتليج، فبالتالي عمل ايه بعد كده، مما يؤدي الى في النهايه الى ايه، الى الهيمولوجي. تمام. دلوقتي خدنا ان هو بيجي في الادلسنت ميل، ان هو من النوع البلاين، انجيو يبقى فيه بليد ويبقى فيه هايلي فاسكولار، حيث الكبسول نون كابسوليتد، خد من اول البري اوستيوم، بري اوستيوم وبتاع النيزل كافيتي، وصل للكارتليج بعد كده ايه، عمل ايه لحد ما وصلنا للهيمولوجي. تمام. قال لك طب بعد كده في نوع تاني، نوع تاني اسمه النيزوفارينجال كارسينوما. النيزوفارينجال كارسينوما مهم في ثلاث حاجات، او الايتيولوجي بتاعه مهم في ثلاث حاجات. ايه هو بقى؟ ان هو بيجي في الناس الكبيره خالص والناس الصغيره خالص، شيلدرن اند اولد ايج، يحصل في افريكا. قال لك المهم جدا في الايتيولوجي بتاعه الاصابه بالابشتاين بار فيروس،
الانفكشن بمين؟ الانفكشن بالابشتاين بار فيروس. ده مهم جدا، يقول لك ايه السبب الاهم في النيزوفرينجال كارسينوما، هو الابشتاين بار فيروس. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن فانجيتنج ماس ومالجننت ألسر. ده الجروس بيكتشر بتاعه، فانجيتنج ماس مالجننت ألسر. تمام تمام ايه السؤال اللي يجي في السلايد دي؟ الابشتاين بار فيروس. الابشتاين ايه؟ الابشتاين بار فيروس. تمام. سبب من اهم اسباب الايه؟ النيزوفرينجال كارسينوما. طيب قايل لك مايكروسكوبيك. مايكروسكوبيك بيبقى ايه؟ بيبقى واحد من ثلاث حاجات، قال لك يا اما كراتينايزنج يا اما نون كراتينايزنج يا اما بورلي ديفرنشيت. يا اما ايه؟ يا اما كراتينايزنج يا اما نون كراتينايزنج يا اما بورلي ايه؟ بورلي ديفرنشيت. قال لك الكراتينايزنج ده عباره عن انفيزيف كارسينوما، عباره عن مكونه او ليها شكل مميز الانتراسيلولر ايه؟ بريدجز. تمام تمام. بعد كده من حيث الديفرنشيتد بيبقى ايه؟ ويل او بورلي او مودريت ديفرنشيتد، فبالتالي الحاجات دي مش مميزه بالنسبه لها. بعد كده تاني حاجه النون كراتينايزنج. النون كراتينايزنج ده بيبقى عباره في شكل ايه؟ كوردس وترابيكولي. النون كراتينايزنج بيبقى عباره عن شكل كوردس وايه؟ وترابيكولي، ماشي. بيبقى فيها انتراسيلولر ايه؟ بريدجز برضه. تمام تمام. بعد كده ناخد التالت واحد اللي هو ايه؟ بورلي ديفرنشيتد. بيبقى عباره عن حاجتين اتنين، ليمفو ليمفو ابيثيليوم، فهو عباره عن ايه؟ عن غزو من الليمفوسايت مع التيومر ايه؟ مع التيومر سيل. ليمفوسايت مع مين؟ مع التيومر سيل. ايه وصف التيومر سيل اللي بقى موجود في كل كتب الباثولوجي؟ يقول لك ان هو ان الخلايا بتكبر فتبقى لارج ابيثيليال سيل. النيوكليوس والنيوكليولاي، قال لك النيوكليوس بتبقى اوفال والنيوكليولاي بتبقى بروميننت. تمام تمام. السيل بوردر بتبقى مش واضحه، اندستنكت سيل بوردر. تمام. يبقى احنا دلوقتي عندك البولي ديفرنشيتد ده بيبقى عباره عن حاجتين اتنين، ليمفوسايت والايه؟ التيومر سيل. قال لك التيومر سيل وصفها ايه؟ تبقى خلايا كبيره، اوفال نيوكليوس، بروميننت نيوكليولاي، ماشي، اندستنكت سيل بوردر. تمام تمام. قال لك الكلينيكال بيكتشر بتاعه بيجي لك بايه؟ النيزوفارينجال كارسينوما بيبقى بينلس، بينلس ابر سيرفايكال لينفادينو بس، هو الموست كومن برزنتيشن. وما دام شفنا كلمه موست كومن دي في الباثولوجي اعرف انها محل ايه؟ محل سؤال. تمام. يبقى بينلس ابر سيرفايكال ايه؟ لينفادينو بس. تمام تمام. طيب بنعمل ايه تاني؟ بنعمل راديولوجي ليه؟ عشان نشوف الاكستنشن، الاكستنشن بتاع الكانسر ده وصل لحد فين؟ وصل لحد البرين ولا لا؟ وصل حصل انتراكرينيال اكستنشن ولا لا؟ تمام؟ انتراكرينيال اكستنشن. تمام؟ تمام. بعد كده يقول لك ايه؟ الابستاكسس. ده موضوع تاني بقى غير النيزوفارينجال كارسينوما والانجيوفايبروما والكلام ده كله. الابستاكسس هو عباره عن بليدنج بس من الايه؟ من النوز. بليدنج منين؟ بليدنج من النوز. تمام؟ اسمه ايه؟ اسمه ابستاكسس. اسبابه يا اما اسباب جنرال يا اما اسباب لوكال. لوكال لو جينا قلنا مثلا خلص اللوكال قلنا 2 تي، تروما تروما وتيومر. التروما والايه؟ التروما والتيومر. طب معاهم حاجات تانية؟ قال لك الفورين بادي، ماشي، الجسم الغريب. مثلا الواد حط في مناخيره حاجه غريبه عملت له بليدنج، عورت ايه؟ عورت مناخيره. الدراي نوز، الدراي ايه؟ الدراي نوز مثلا في الحر تعمل ايه؟ تعمل بليدنج. النيزر بوليب، النيزر ايه؟ بوليب. بوليب زي ايه؟ اعتبرها ايه؟ تيومر برضه. تمام. البوليب والتيومر يعتبر ايه؟ نفس الايه؟ نفس الحاجه. يبقى ايه؟ بوليب وتيومر والايه؟ والتروما والفورين بادي والايه؟ والدراي نوز. نحفظهم مع بعض كده، ده الايه؟ الاسباب اللوكال. تمام. اما الجنرال، الهايبرتنشن، ارتفاع الضغط، البلاد ديزيز زي الهيموفيليا واللوكيميا، نقص الايه؟ فيتامين كي اللي بيساعد التجلط. تمام. فبالتالي مش نقصه يؤدي الى ايه؟ الى ابيستاكسس وهيمورج. الاثروسكليروزس، اثرو ايه؟ اثروسكليروزس. تمام تمام. بعد كده ناخد الديزيزز بتاعت اللارنكس. ايه الديزيز بتاعت اللارنكس؟ برضه اكيوت لارنجيتس وكرونيك لارنجيتس والايه؟ والتيومر بتاعتها. تمام. فبيقول لك ايه بقى الاكيوت لارنجيتس؟ اول حاجه احنا هناخدها ايش الاكيوت لارنجيتس؟ هو عباره عن ايه؟ ايتس برضو، هو انفلاميشن. انفلاميشن في مين؟ في قطار الانفلاميشن في اللارنجال ميكوز. تمام. الانفلاميشن ده يكون ايه سببه ايه؟ قال لك يا اما لوكال سبريد من حاجات حواليه، راينايتس، نيزوفارنجيتس، ماشي، نيومونيا، برونكو نيومونيا، اي حاجه حواليه بقى. تمام. في انفكشن زي الميسل، زي الووبين كاف، زي السكارلت فيفر، دي كلها حاجات تعمل ايه؟ لارنجيتس. تمام. الميسل والووبين كاف والسكارلت ايه؟ والسكارلت فيفر، ماشي. عندنا مثلا الفيومز والجازس، ماشي، اللي ممكن برضه يعملوا التهاب في الايه؟ في الحنجره. الاكسسيف فولت يوز اوف فوكال كورد، الناس اللي بتشجع بايه؟ ببحور قوي، يعني ما بيسيبوش بقى ايه؟ احبالهم الصوتيه لحد ما يجيبوا اخرها. تمام. المورفولوجي بتاعنا ايه برضه؟ هو انفلاميشن، يبقى كونجستد وايه؟ وسولن واديما، كفرد باي ايه؟ باي ميوكس. تمام تمام. سولن واديما. تمام. بعد كده خدنا الكرونيك لارنجيتس، يا اما سبيسيفيك، نعرف السبيسيفيك اهم حاجه، التي بي والايه؟
واللارينجو سكليروما. اللارينجو ايه؟ اللارينجو سكليروما. طيب النانو سبيسيفيك بقى سموكينج، الكحوليزم، بوليب، اكسسيف يوز اوف كوز، اكسسيف يوز اوف فويس، فوكال كورد سيكند ويز ايه؟ ويز بوليب. تمام، دي حاجات الايه؟ نون سبيسيفيك. بعد كده خدنا الايه؟ البوليبس بتاعت اللارنكس، واهم بوليب فيهم او هو اللون المشهور جدا اللي هو السكوما سيل ايه؟ بابلوما، عباره عن بناين نيو بلازم، بناين نيو بلازم مشهور جدا بنسبه 84%. ماشي، انواعه يا اما ادلت يا اما ايه؟ جوفينايل. قلنا بدم ادلت، تمام، عرفنا بصمجناه كده بثلاث كلمات كده اربع كلمات، لكن الادلت ده قلنا ايه؟ النوع الطيب، اللي ان هو لوكالايزد ليس اجريسيف ليس اكزوفيتك، ثلاث حاجات اهم. بيجي بسبب ايه؟ بسبب الهيفي سموك، لانه ايه؟ في الناس الادلت، الناس اللي هم بيدخنوا هيفي سموكينج. طيب يقول لك ايه الشكل المميز ليه؟ بيبقى في حاجه اسمها سينجر ايه؟ سينجر نو سينجر. طب ايه المورفولوجي بتاعت مين؟ بتاعت ال بتاعت النوع اللي هو الادلت تايب بتاع الايه؟ السكوما السلبة باللومه ده. يقول لك ايه؟ يقول لك ان هو ايه؟ سموث سنجل، شويه حاجات بحرف الاس بقى، سموث سنجل سيسايل بلانكيوليتد، ما بيعديش الايه؟ ما بيعديش الواحد ايه؟ الواحد سم. تمام، ما بيعديش الواحد سم. بيجي في مين؟ في ترو فوكال كورد. بصوا المواد دي كلها معظم يعني 99% في ترو فوكال كورد، ماشي، ما عدا حاجه واحده انا بنبه عليها ايه بعدين، هتبقى بتاعت الانفراجلوتيك وال والبتاع. المهم يعني، المهم اي حاجه ترو فوكال كورد ما عدا الحاجه اللي احنا قلنا عليها. تمام، الميكروسكوب بيكتشر بتاعها ايه؟ قال لك الميكروسكوب بيكتشر عباره عن كونكتيف تيشو معاها ايه؟ معاها هايلاين ميز. كونكتيف تيشو معاها ايه؟ مع لوس هايلاين ايه؟ ميز. تمام، اللايننج بتاع الادلت ده بيبقى ايه؟ استراتيفايد سكوماس بيسيلي. طيب بيبقى ليه شكل مميز اللي هو كلاستر اوف مين اوف جريبس، اللي هو عناقيد الايه؟ عناقيد العنب. كلاستر اوف مين اوف جريبس اللي هو عناقيد العنب. تمام، بعد كده عندنا ايه؟ النوع الثاني اللي هو الجوفينايل. اللي هو الجوفينايل ده بيبقى سببه ايه؟ بيبقى سببه هيومن بابلوما فيروس. تمام، هيومن بابلوما فيروس رقم 6 و11، محل سؤال واكتب جنبها كده ام سي كيو. ماشي، مين اللي بيعمل الجوفينايل بتاع السكوما سيل بابلوما؟ هيومن بابلوما فيروس 6 و11 ايه؟ موست كوم. تمام، بيجي في مين؟ قلنا برضه بيجي في الترو فوكال كورد. قلت لك اي حاجه في الترو ما عدا الحاجه اللي احنا قلنا عليها. السايز بتاعها بيقول لك برضه ما بتعديش الواحد سنتي. النمبر بتاعها مالتيبل، ماشي، عشان كده في الميكروسكوب كيتشر بتاعتها هنيجي نقول مالتيبل فينجر لايك ايه؟ بروجيكشن، اللي هو عددها بيبقى مالتيبل وكمان ايه؟ في الشيلدر. تمام، الافكت بتاعها يحصل ايه؟ يس هورسنس اوف فويس، ما بت ريرلي انها ترن مالجنت، بس هي بترن يعني، المهم يعني، بس هي ريرلي انها ترن مالجنت. تمام، يقول لك ان الجوفينايل لما بتشيلها ممكن ايه؟ ترجع تاني، مي ايه؟ مي ريكيبل. تمام، بعد كده خدنا ايه؟ خدنا او اخر حاجه عندنا يعني في المحاضره هي ايه؟ مالجنت تيومر اللي بتيجي في اللارنكس، اللي هي ايه؟ اللي هي سكويموس سيل كارسينوم. السكويموس سيل كارسينوم، تمام، الساركوم از رير، يبقى احنا عندنا اهم حاجه ايه؟ هي السكويموس سيل كارسينوم. تمام، الكارسينوم بتيجي في الرجال ميل، ماشي، عند سن 40 سنه بسبب حاجات بحرف الاس، السموكينج والسكوما السيل بابلوما اللي اتحولت لسكوما السيل كارسينوما والاسبستوس والاسبست وحاجات بحرف الاس اهي، ماشي، والليوكوبليكي. طب مورفولوجي بيقول لك ايه؟ بيقول لك 1 ل 4 سم في الدايمتر، ماشي، وبينك تو جراي ايه؟ بينك تو جراي ميز، بينك تو جراي ايه؟ ميز. حتى كان في صوره مش عارف راحت فين، استنى اهي الصوره، هي انت رحت جبتها وجيت يعني. المهم ديت ايه؟ بشكلها بينك تو ايه؟ بينك تو جراي ماس، 1 ل 4 سم في ايه؟ في الدايمتر، وايه ممكن تكون ألسريتد، ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون ألسريتد يعني بيبقى في ايه؟ بيبقى في بليدنج. تمام، ألسريتد اهي. تمام، بعد كده قال لك ايه؟ ايه الميكروسكوب كيتشاب بتاعتها؟ قال لك 95% منها بسكوي مصل كارسينوم، ولكن الفروكس بيبقى ايه؟ جود بروجنوز. الفروكس بيبقى جود بروجنوز، هو 95% من سكوما سيل كارسينوم عباره عن انفيزيف كارسينوم، سواء كاراتينايزد او نون كاراتينايزد. 5% منها بس، 5% منها بس بيبقى ادينو كارسينوم، يبقى ايه النوع الاكبر؟ هو السكويموس سيل كارسينوم. تمام، بعد كده يقول لك التايبس بتاعها، يا اما جلوتيك تيجي في الترو فوكال كورد، ماشي، الديفرنشيشن بتاعها بيبقى ويل ديفرنشيشن، ولكن البروجنوز بتاعها بيبقى بايد. ليه بيبقى بايد؟ لانه بيظهر متاخر، ديلايد دايجنوز، ده اسمه ايه؟ الجلوتيك، وده النوع الايه؟ الاكثر 65%، النوع ايه؟ الاكثر 65% ترو فوكال كورد في الانتيريور سيرد، اول تو مودريت ديفرنشيتد، البروجنوز بتاعه بيبقى باد. ليه؟ لانه بيبقى ديلي دايجنوزس، بيبقى متاخر. اما الانفرا جلوتيك والسوبرا جلوتيك بيجوا في الفولس في الفولس كورد، التيومر بتاعها بيبقى مودريتلي تو بولي ديفرنشيتد، البروجنوز بتاعها بجود. ليه؟ لان بتظهر بدري، ايرلي دايجنوزس. تمام، يبقى ايه الوحيد اللي في المحاضره بيجي في الفولس كورد؟ هو السوبرا جلوتيك، ومين؟
والانفراجلوتيك، تمام؟ 5% والتاني بيبقى 30%، ولكن الاكثر شيوعا هو الايه؟ هو الجلوتيك 65%، ترو فوكال كورد ويل ديفرنشيتد باد بروجنوزس، تمام؟ يبقى ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ هورسنس اوف فويس وايه؟ بحاجات اللي هي عاديه يعني مش مميزه قوي، تمام؟ هورسنس اوف فويس، بين، هيموبسيس، ديفيكالتي اوف سوالوينج، صعوبه في البلع، ريسبيراتوري ايه؟ ديستريس، مش قادر ياخد نفسه. ماشي، السبريد ممكن يروح دايركت الحاجات اللي حواليه، فارنكس ولارنكس وتراكيه. ماشي، الليمفاتيك الحاجات الليمفاتيكس اللي حواليه اللي هي السيرفايكال ليمف نود او بلاد، يبقى ميل للايه؟ لللنج الاكثر قربا ليه، وغالبا يعني البلاد بيبقى بلاد واسمه ايه؟ البرين واللنج والبون، ولكن الاكثر بيبقى ايه؟ لللنج، تمام؟ يبقى كده الايه؟ المحاضره خلصت، فاحنا هناخد الايه؟ الاسئله بس. ناخد بقى الأسئلة، الأسئلة هنحلها مع بعض كده سريعا. يعني بيقول لك all of these are true about ايه؟ acute tonsillitis except، قال لك ان هي common in children، احنا قلنا tonsillitis بتبقى common في children فعلا، بيبقى clinical diagnosis، طبعا الكلام ده مظبوط. caused by streptococcus pneumonitis، قلت لك لازم نحفظ الاسم بتاع ال بتاع الاورجانيزم يعني، مش ستريبتوكوكس هيموليتيكس. نود الاركتكشر بيقول لنا بريزيرف، ده كلام صحيح. يبقى ايه؟ يبقى الاجابه هتبقى نون اوف ذا ابوف، تمام؟ تبقى نون اوف ايه؟ نون اوف ذا ابوف. طيب which of one which of the following are true about ايه؟ acute tonsillitis complication، قال لك ان هي بتعمل acute toxemia صح، chronic tonsillitis صح، laryngitis صح، sinusitis صح. ماشي، طبعا بتعمل معاها ايه؟ روماتيك فيفر، وبتعمل معاها acute glomerulonephritis، تمام؟ تمام، وتوكسوميا وبيوميا والحاجات دي كلها. يبقى ايه؟ بقول اوف ذا ابف. راجع معايا بس ايه المحاضره كده سريعا. الكورنيك تونسلايتس بقى اللارج ليتلي، احنا قلنا الكورنيك تونسلايتس بقى في هايبر بليزيا الليمفاتيك تيشو في بدري، ماشي، بعد كده تبدا يحصل لها ايه؟ فايبروسس، يبقى ايه؟ متاخر. يبقى ايه اللارج ليتلي؟ يبقى الاجابه ايه؟ فولس. all of these are true about diphtheria except ايه؟ قال لك انها نون سبيوراتيف وانها سودو ممبرين. مين اللي بيعملها؟ الكورونا بكتيريوم ديفتيريا، بيحصل لها كوزد باي دروبليت انفكشن، ده كلام صحيح، ان هي بتتنب بالكف لما بتتشال بيحصل بليدنج وايه والسر، ده كلام صحيح برضه، تمام؟ يبقى ايه الاجابه؟ نون اوف ذا ابوف، تمام. تمام، بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج ار ترو اباوت ديفثيريا كومبليكيشن، يحصل ادرينال كورتكس ديجنريشن صح، احنا قلنا ادرينال كورتكس، وقلنا كلاودي سويلنج في الليفر، وقلنا الهارت الهارت بيحصل فيه توكسيك مايوكاردايتس، ماشي، وقلنا يحصل باراليس في البلد، وقلنا يحصل اسفيكسيا، تمام؟ لو نفتكر مع بعض يعني، ماشي، بيبقى الاجابه هتبقى المختلفه هي الثايرويد ديجنريشن. الثايرويد ايه؟ الثايرويد ديجنريشن. بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج ار ترو اباوت ايه؟ انزو فارينجر فايبروم، لو جينا افتكرنا كده انها الانجيو فايبروم بتحصل في الادولوسنت ميل، هي بناين، تمام؟ كانت بناين وبتريجريس افتر بيوبرتي، بتبقى هايلي فاسكولار، يبقى الكلام ده كله طبعا صحيح، يبقى اول اوف ذا اباف، عشان ما شفتش اي حاجه غلط. What of the following are true about nasopharyngeal carcinoma؟ احنا قلنا برضو اهم في nasopharyngeal carcinoma انها بتحصل بالليبشتاين بار فيروس صح، ماشي، ولكن انها كومون في افريقيا وبيحصل في الناس الكبيره قوي والناس الصغيره قوي، تمام؟ وقلنا العرض الاكبر انها بينلس ابر سيرفايكال ليمفادينوباسي، بينلس ابر سيرفايكال ايه؟ ليمفادينوباسي. يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه تبقى all of the above. بعد كده يقول لك ايه؟ nasopharyngeal carcinoma are fungating mass with malignant ulcer، الكلام ده صحيح، نيزوفارينجيال كارسينوما بتبقى فانجيتنج ماس وز مالجنانت ألسر، تمام؟ تمام، يقول لك ايه؟ اول اوف ذيس ار ترو اباوت سكوماس كارسينوما، بتحصل في الميل اكتر، الجلوتيك هو موست كومون، تبقى 1 ل 4 سنتيمتر في الدايمتر، اوفن بيبقى ألسريتد، يبقى اول اوف ذا اباف. الجلوتيك فورم از ويل ديفرنشيتد صح، في الترو فوكال كورد صح، ماشي، يبقى الكلام ده صحيح. الانفراجلوتيك عندها وجود بروجنوزيس صح، ليه؟ لانها بتبقى ديلي الدايجنوز، اما الجلوتيك فورم بتبقى باد بروجنوزس لانها ديلي الدايجنوزس، بيبقى متاخر. طيب اول اوف ذيس ار ترو اباوت سكويما السلبه باللوما، السكويما السلبه باللوما ماشي، احنا قلنا ان الموست كومن بيبقى بناين نيوبلازم بتبقى 84%، ده كلام صحيح، ماشي. ادلت فورم كوزد باي هيفي سموكينج، ده كلام صحيح، يعني احنا قلنا الادلت بيجي بايه؟ بسبب السموكينج. الجوفينايل بيبقى سنجل بروجيكشن، يبقى الكلام ده غلط، يعني احنا قلنا في الجوفينايل بتبقى مالتيبل بروجيكشن، ماشي، حتى لما جينا مكتوب كده سنجل، مكتوب قصدي مالتيبل في الشيلدرن، يبقى جوفينايل هالسنجل ايه؟ هالسنجل بروجيكشن، الكلام ده غلط، يبقى هو ديت الايه؟ الاجابه، تمام. وبيقول لك اول اوف ذيس كانت ايه؟ كوز ابيستاكسس، ما تعملش ابيستاكسس، ما عدا مين؟ يعني احنا دلوقتي عايزين اللي بيعمل ابيستاكسس، ايه هو بقى اللي بيعمل ابيستاكسس في دول؟ الانيميا ولا الفيتامين كي ديفيشنسي ولا الهايبوتنشن ولا الويت نوز؟
قلنا هتبقى ايه الفيتامين كي ديفيشنسي. ليه؟ لان احنا قلنا برضو ان اسباب لوكال واسباب جنرال. ايه الاسباب الجنرال؟ قال لك الفيتامين كي والهيموفيليا واللوكيميا والاثيروسكليروسيس والهايبرتنشن، تمام. اما اللي بيعمل ايه لوكال، احنا قلنا اتنين تي اللي هو التيومر والايه التيومر والتروما والفورين بادي ثلاثه مع بعضها وبوليب ماشي والويت والدراي نوز، مش الويت نوز، الدراي ايه الدراي نوز. يبقى كده عملنا المحاضره شرحناها وراجعناها وحلينا الاسئله عليها، واتمنى اكون ما قصرتش يعني، واي سهو مني يبقى او تقصير يعني فمني ومن الشيطان. اتمنى اكون افدتكم ماشي وخففت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.